تمام، مساء الخير أو صباح الخير حسب التوقيت اللي احنا بنحكي فيه. رح نحكي الآن على موضوع الكيم سكتش، ماشي؟ وهو برنامج مجاني حتى نفهم طوله مع بعض. هو تفترض احنا أعطناكم السكشن تبعه أو أعطناكم الداونلود تبعه. طبعا هو ميزته إنه ماشي، الميزة الأساسية تبعته انه هو برنامج مجاني، فبالتالي بسهولة بامكانكم تلقوه. خلينا نفتحه مع بعض، انا كنت حريص اني افتحه. طبعا ادرك، خلينا يعني بس خلينا نطوله. فهاي الكيم سكتش عندي انا، هنا هاي الكيم سكتش، وفي عندي انا برنامج ثاني اللي هو الكيم سكتش 3 دايمنشن، اي اول اللي احنا ما فتحناه بعد ما يتم تنزيله على السيستم. محتاج ريجستريشن، بامكانك تعمل ريجستريشن او ما تعمل ريجستريشن، مش قضية كبيرة، النتيجة نفسها، ماشي؟ بيعطيك تبس. هي اوكي، يس، خلينا يعني نمشيها، ماشي. وهي تبس بعطينا اياها كل ما نفتح في هاي. هلا في شغله كثير مهمه قبل ما نبدا هنا، انه انا في عندي كمان الكيم سكتش 3 دايمنشن اللي هي 3 دي فيور، فبرضه رح نفتحها في نفس الشيء، لانه في لحظه من اللحظات ممكن تحول ما بين الثنتين. هاي الكيم سكتش اللي انتبهتوا انا في عندي هاي الكيم سكتش تحت هاي هنا، ماشي. هاي في عندي انا هنا كيم سكتش، وهاي في عندي كوبيت و3 دايمنشن، وفي عندي 3 دي فيور. زي ما حكينا لما بلشنا نشتغل في اول برنامج اللي هو الايزس، وقلنا انه الايزس فعليا هو برنامج كثير بسيط وسمبل، وبصراحة يعني بطل سبورتد اصلا، يعني مش كثير بتم الاعتماد عليه الايام هاي. anyway، الافضل منه اللي مور بروفيشنال وضعه احسن هو الكيم سكتش اللي هو الاي سي دي فيور، او هذا البرنامج. هلا هذا هو برنامج مجاني كمان مرة، وفيه امكانيات بصراحة كثير ممتازة. نتعرف على الصفحة اللي بين ايدينا. في عندنا هنا المنطقة اللي في الوسط، هاي اللي هي فعليا المنطقة اللي انا برسم فيها، اللي احنا متعودين عليها زي ما هي كانت موجودة في كل البرامج اللي احنا تعودنا عليها. قبل ما نبدأ ننتبه على فوق، انه في عندنا هنا كلمة structure، وهنا في عندي drop. اذا كنا كابسين كلمة structure، اذا كان يعني البوتوم تبع structure هي المكبوسة، فبنطلع عندي انا هنا في عندي هاي البيردك تيبل اوف اليمنتس، بامكان يطلع عندي البيردك تيبل اوف اليمنتس، بامكان المر مثلا هاي لاحظ لو اخترنا اي عنصر بعطيني خصائص عنه. هاي نيتروجين، فيلانس، الكترون، بلا بلا، وهاي الامور كليتها، ماشي. وفي نفس الوقت رح نستفيد منه على اساس اذا احتجنا كمان نرسم بالذرات. تتذكروا لما اشتغلنا على الايزس كنا عندنا اشكاليه لما نلاقي اتوم عشان نغير الاتوم، هذا الموضوع ابسط بكثير. فبالتالي يعني هذا البرنامج هو كثير مهم. هلا في الشغله الثانيه هنا في عند الاتومز، هي الاتومز هيدروجين اكسجين فلور صوديوم الى اخره، اتومز بامكانك انك تستخدمها لعمليه الرسم. هاي الموجوده عندي انا هنا في البدايه. في المنطقة اللي هنا برضو خلينا نمر عليها، احنا لسه اذكركم احنا عاملين على الاستراكشر، لسه مش عاملين على الدرو. المنطقة اللي عندنا هنا نفس الشيء، في عندي ليزو اون اوف، واتفقنا ليزو اللي هي عملية سلكشن. في عندي انا هنا هاي درو نورمال، اذا بدي ارسم هاي يعني خلينا هاي في عندي لو اخذناها، فهي انتبهتوا انه احنا بنحكي على درجة الكربون. ليش درجة الكربون؟ لانه احنا اوريدي كبسيل الكربون، لو كنا بنحكي على الهيدروجين طوالي بتصفي هاي النيتروجين، ماشي. هاي تعطيني بهذه الطريقة. هاي على سبيل المثال خلينا نرسم فيها هاي كربون، لو كبسنا هون الأوكسجين النيتروجين فبصفي نكمل هنا، لاحظ رح تعطيني نيتروجين. لو بدي أحكي على الأكسجين، هاي أنا بختار الأتوم وبعمل اللي أنا بدي إياه. لو اختار الصوديوم، هاي لو أخذناه هون بتصفي أنا عندي صوديوم. فبالتالي هنا سيليكشن الأتوم هون بطريقة أسهل من اللي إحنا فيه. لاحظ هنا إحنا قاعدين على درو نورمال، درو نورمال هاي فرضا بهاي الطريقة. لاحظ انه هو لان احنا مختارينها ذرة الصوديوم. anyway، الجنبها عندي انا هنا الخيار الثاني اللي هي درو كونتينيوس. الفرقية بيناتها، لاحظ انه هاي ممكن اعمل هيك مثلا، لاحظ، بمعنى انا هنا مش مضطر اضلني كابس الماوس تبعتي، هو هنا مفترض انه انت كل شو ما ترسم على السكرين مباشرة بده اياه. فبالتالي هنا قد اكون لاحظ حتى هنا لو رحنا في اي منطقة هو بما كونتينيوس ما بين اخر ذرة انت عملتها مع الذرة اللي احنا موجودة. اللي جنب هنا اللي هي درو تشين، لو كبسناها بتصفي انك انت هنا بس مجرد هيها، لاحظ انا كل عامل اني عامل مع الماوس وشغال فيها، فبعمل لك اياها تشين.
نفس الشيء هذا نوعية الأتوم يوز ستيريو بوند في عندي أنا هنا، اللي هي الستيريو بوند اللي هي الوجز والهاش اللي احنا اتفقنا عليهم هنا. في عندي هنا الكوردينيشن ماشي، والباقي هنا في عندي هنا رياكشن بلس، في عندي رياكشن ارو، في كمية هاي لاحظ في عندي الارو. حتى لو رسمت الارو مقارنة في اللي كنا اشتغل فيه، انه كان في هناك في خيارات كثيرة في الارز هون العملية اكثر. لو عملنا دبل كليك عليها وين راحت هاي ها ماشي تمام، هاي لاحظ انه احنا شغلينها على الديليت. لو عملنا ماشي هاي فينا هلا نشوف كيف نتعامل مع الارز. هون في عندي رياكشن كالكوليترز ماشي، رياكشن كالكوليترز، وفي بعض الفيتشرز راح نشوفهم كمان شوي. نفس الشيء اذا طلعنا على الجهة الثانية عندي انا هنا، نفس الشيء في عندي هنا اللي هي ديكشنري، هاي جديدة طبعا. هنا عندي انا ديكشنري ماشي، بس لاحظ انه ديكشنري حتى نشغلها محتاجة انها تكون يعني مدفوعة فلوس، فهي في بعض الفيتشرز مش موجودة فيه. هنا في عندي انا هنا اللي هي تيبل اوف راديكالز، اطلع من كان اختار راديكالز زي ما تعودنا. لو اخترنا مثلا هاي السايكلو بنتين، مجرد اخترنا فبتصفي بنرسم فيه زي ما احنا متعودين على اللي هي زي نوع من انواع التمبلتس ماشي. هاي اللي انا عندي انا هنا، في عندي انا هنا اللي هي التيبل اوف راديكالز هاي ها فرضا، لاحظ اللي هي نفس التمبلت اللي احنا اخترناه فيه. في عندي طبعا تلاحظ انك لما تختار اللي هنا، في لما تختار في عندي انا التشين هاي هنا سايكلز، هي عبارة عن جزء من التمبلت. هلا رح نشوف في عندي تمبلتس خيارات كثيرة انا عندي هنا. لاحظ الميزة انه انت اللي بتختاره هنا فعليا مباشرة بيطلع بظهر هنا اللي هي نيتروزو. فرضا لو اخترنا واحد ثاني على سبيل المثال جلاينين، هي يطلع عندي انا هنا. فبالتالي هنا هاي عندك هنا جلايسين راديكال، فهي راديكالز. بس الميزة انه انت لما بتختار راديكالز حتى ما تخربط بتبين في اللي تحتها مباشرة. عندي انا هنا النيتروزول اللي اتفقنا عليها، في عندي هاي هدول اخترناهم قبل شوي، في عندي انا هنا البنزين رينج والشيء اللي احنا متعودينها، في عندي سي او اتش كاربوكسيليك. لاحظ انه هاي الخيارات اسهل. انت قبل شوي يعني على سبيل المثال خليني انا افتح صفحة جديدة عشان بس تكون انظف شوي. هاي لو بدي افترض انا هاي بدي ارسم، هاي بدي اخذ على سبيل المثال سايكلو هيكسين، هاي سايكلو هيكسين. اذا بدي اما اذا حطيته معه مباشرة هاي بيطلع عندي انا سايكلو هيكسين، حطيتها على هنا فبتصفي كانها دبل بوند. لاحظ بتطلع عندي انا دبل بوند. اذا بدي اغير اي شيء مثلا بدي احط سي او اتش ماشي، هاي سي او اتش هنا فعليا لاحظ انه ضافها مباشرة. فهاي هي اسهل في عملية الخيار. طبعا احنا زي ما حكينا محتاجين انه نشتغل بايدينا حتى يتعود معنا. اذا في something wrong بنرجع للمنطقة اللي هنا، هي في عندي انا هنا new document بدل ما عملتها انا من هاي الاتجاه، بامكاني اعملها مباشرة من هنا، بامكاني اعمل new page save print الى اخره، احولها ل export ل PDF. وفي عندي انا هنا اصلا اللي هي delete، لو بدي اعمل delete لاي شيء هي عملنا delete وهي delete ماشي. لاحظ انه بالتاكيد اسهل بكثير من التعامل مع الايزس ماشي، هو مور بروفيشنال. في كمان خيارات هنا عندي هنا كالكوليت سيلكتور بريورتيز، هسه بنشوف عليها ماشي. حتى نختارها بنروح ل احنا ما زلنا في الاستراكشر، هاي الليزو هذه ليزو اون اوف. لاحظ انه هنا عندي، لاحظ انه انفعل هنا ديليت، مفعلين ديليت لسبب بسيط لانها المساحه اللي عندي انا هنا هاي انفعل شيلها. لو حطيناها هنا هاي هلا هنا لو رجعنا ليزو لاحظ انه هسه بطلت الخيار هو الديليت صفى. هاي عندي هنا ليزو، هاي اخترنا المركب تبعنا، او بامكاننا نعمل خيار بهاي الطريقة. اذا اخترنا المركب تبعنا نشوف لو رحنا على كالكوليت سيلكتد بورد شو ممكن تعطيني، تعطيني الاشي متعودين عليه، موليكيولار فورمولا، فورمولا ويت، مولر رياكتيفيتي، مولر فوليوم، اندكس اوف فراكشن، سيرفيس تنشن. لاحظ بعطيني كمية خيارات كثير ممتازة. هلا يا ريت لو احنا جزء منا اصلا يشوف هاي كل يعني كل خيار من هذول شو بيعني ماشي تمام. وهي بامكانك هنا تعملها كوبي وتحطها على الدوكيومنت تبعتك ماشي. ما زلنا هنا في الستيريو كيمستري، في عندي في الار والاس ماشي، ستيريو كيمستري جنريتر ماشي. هاي هنا عندي الار والاس ستراكشر 1 على سبيل المثال، هاي اللي احنا كنا عاملينه، هاي ستراكشر 2 لاحظ
بهذه الطريقة في خيارات كثيرة. مباشرة لما حطيناها عمل جنريتر ل 8 different structure على نظام الـ R والـ S. ايش في كمان في عندي؟ انا هنا في عندي calculate log B، ماشي log B، خلينا نشوف هنا. بس للأسف calculate log B أعتقد محتاج هنا interested how this value can be calculated when to compare it with the experimental layer. Does your compound هاي نحط له اوكي. خلينا نشوف مع بعض، رح نتعلم مع بعض في لما ناخذ ال optimization والمولكيولار ميكانكس والى اخره، رح نتعلم مع بعض شو يعني لوج بي ممكن ينعمل. ماشي، طبعا هاي كالكوليتد لوج بي حسب لنا اياها اللي هي 3.31، بس برضو بضل السؤال كثير مهم، شو يعني لوج بي؟ ماشي، شو يعني لوج بي؟ وانا رح اترك لكم الموضوع هذا انكم تشوفوا شو يعني لوج بي، لانه هاي نوع من انواع السيرش انك تستخدم الداتابيس او تستخدم المفاهيم اللي علمكم اياها دكتور خلدون، كيف ممكن تدوروا على المعلومه اللي انتم بدكم اياها. يعني طبعا واضح من الطريقه اللي بنحكي فيها انه احنا كثير انترستد مع المركب تبعنا، البرنامج تبعنا، لانه هو اولا ميزته انه هو مجانا تبعنا، يعني فري وير، وفي امكانيات كثير منيحه. طبعا في شغلات لها علاقه بالمنظر، هاي تحت اذا طلعوا في الوان بامكاني اخلي انا هي هنا في الوان اختار فيها على سبيل المثال. ماشي، تمام، غير في الهاي. في عندي كمان هنا، لاحظ في انا عندي هنا يوز تمبلتس، التمبلتس اللي احنا تعودنا عليها وقلنا هي التمبلتس الموجوده عندي انا هنا. في عندي هنا راديكال وفي اكثر من تمبلتس، هلا بنشوف كيف ممكن نتعامل معها. تمام، لاحظ انه كل اللي بنحكي فيه احنا فقط لسه في منطقه الاستراكشر. ماشي، في عندي انا هنا لسه ما زلنا في البيجز، وهي في عندي انا هنا التمبلتس، تمبلتس لاحظ انه التمبلتس ويندو هي F5. ماشي، في عندي انا تيبل اوف راديكالز وفي بيريدك تيبل وديكشنري. لو هاي تيبل اوف ويندو، لاحظ التيبل اوف ويندو في عندي انا خيارات كثيره في الـ في الـ في الويندو. في عندي اول شغله هي هاي الالكالويدز، لاحظ انه في عندي الالكالويدز هاي في الالكالويدز، في عندي امينو اسيد، امينوز، اروماتيك، اروز الى اخره، هذول كلهم موجودات في الالكالويدز لحالها. في عندي هنا 11 صفحه مختلفه، معنى تمبلتس كميه كبيره، يعني انا مجرد لو اخذت هذا المركب فرضا هاي، ففي عندي خيار كثير مهم في التمبلتس. التمبلتس اللي عندي هاي كمان مره، لاحظ ان التمبلتس في عندي انا في الالكالويدز، في عندي في الدي ان اي كمية مهولة، برضو في الدي ان اي في عندي ثلاثة تمبلتس، نيومان بروجكشن، اوربيتالز، فوسفورس كومباوند، تربينز. وبرضو نتذكر انه هنا احنا كابسين على الاستراكشر، بس ونطلع طب لو كبسنا على درو شو بيطلع عندي انا هنا. طبعا هنا في عندي اورجنايزر كيف نرتبهم، لو كبسنا على درو بتعطيني شغلة مختلفة تماما. ماشي، لانه في الدرو احنا بنحكي قاعدين على، ثواني شوي نطلع منها، بس خلينا نحولها للدرو. ماشي، لو جينا على الدرون، لاحظ لما جينا على الدرون دخلنا احنا في منطقة رسم، اختلفت، بطل في عندي اتومز هنا، صفى في عندي ارك، في عندي لاينز، مثلا هاي لاينز، في عندي انا هنا هاي لاينز، بامكاني اعمل لاينز، في عندي اسهم، ارز كثيرة، نوعية مختلفة من الارز، في عندي نسكرها. ماشي، ريكتانجل، في تيبلز، احنا هنا دخلنا في منطقة رسم فعليا. ماشي، اختفت عندي هنا، لو دخلنا على التمبلتس، تمبلتس ويندو هاي F5، في عندي انا هنا على الدرو. ماشي، فيتامينز ما زلنا في نفس هاي، لاحظ في شغل انه هنا انا في عندي هاي، في عندي انا هنا ماشي هاي اورجنايزر، خلينا ندخل عملية الاورجنايزر. لاحظ في عندي شغلة كثير مهمة انا هنا، انه انا عدد التمبلتس الموجودة هنا هي عبارة عن 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 حوالي 8. هلا لاغراض المساحة بنتحكم فيها بعدد معين، لكن بامكاني اعمل اورجنايزر. لاحظ في الاورجنايزر انا عندي هاي هنا، هاي اللي احنا مختاره، فبالتالي اورد نوعية ثانية، انا في عندي تمبلتس نوعية ثانية كثيرة، فبس احنا هذا اللي احنا فعليا حاطينه. اذا بدي اختار واحد هاي مثلا امينو اسيد، بمكان اضيف الامينو اسيد اروماتيك، ساعتها بتبين كله على الهاي، فحطينا هاي اوكي، هاي اوكي، لاحظ انه بين عندي هنا. في تمبلتس كمان، في عندي هاي اورجنايزر، في عندي تمبلتس بالاشكال، يعني بالاشكال هاي شوجر وين راحت تمبلتس، في عندي هاي ليبل كيت مثلا، ليبل كيت، ماشي هاي ليبل كيت اوكي موجودة، اطلع عليها هاي ليبل كيت،
الكيتس اللي احنا بدنا اياها او متعودين نرسمها اذا بنعمل جادين بروجكت او شيء. ما انا عندي كميه كثيره انا من التيبلز او الليبلز او التمبلتس اللي انا بامكاني اشتغل عليها. فالامكانيات هنا كثير زي ما حكينا كثير عاليه. اتذكر كمان شغله انه في اللحظه اللي بكون فاتح فيها منطقه الدرو بتكون اللي هنا شيء مختلف، يعني اوبجكت هنا ما في كالكوليشن، ما في اي شيء نعمله لانه هاي عباره عن اوبجكت. الدوكيومنتس اللي عندي هيها احنا فاتحين تو دوكيومنتس، هي اسمائهم ماشي. لو رحنا لمنطقه الاستراكشر بصفي يطلع عندي اوبشنز ثانيه. في عندي انا هنا في عندي عمليه كالكوليشن هناك مش موجوده كان اصلا ماشي. لغايه هاللحظه احنا بنحكي قاعدين على تعرفنا على كيف الوضع عندنا كيف نشوفه. هاي في هنا عندك انتبهوا هنا على ماشي مثلا هاي ماشي. هاي هنا في عندي لما بنعمل تشيك ذا توتوماريك فورم ماشي، فبكنا نختارها كيف نعمل توتوماريك فورم. خلينا ناخذ هاي فايل نيو، ناخذ واحدة جديدة ونروح على الاستراكشر ونحاول نرسم واحد من المركبات اللي هو هاي بنزين. نحط فيه بنزين رينج، هاي بنزين رينج، ونضيف له على سبيل المثال ماشي، ونضيف له هنا كمان سايكلوهكسين تمام. ونحط بدنا نحط على اللي عندي انا هنا نيتروجين، هاي نيتروجين لاحظ مباشرة هو عملها. وخلينا نعمل له سيلكت، هاي اديت سيلكت اول، ونعمل عملية نشوف ده هاي في عندي انا هنا انا ما زلت في الاستراكشر، في عندي اوبشن هاي التولز كالمعتاد. نشوف شو في ظهر عندي انا اهم. ظهرت عندي هنا كالمعتاد كلين ستراكشر اللي هي بتنظف نفس الكتاب تبعنا، هاي عملنا له كلين ستراكشر. في عندي انا في التولز تشيك توتوميك فورم ماس سبكترو شو ارومتسيتي الاوتو نمبرنج، هاي اوتو نمبرنج فرضا هاي عددنا. في عندي انا هنا كلير نمبرنج جنريت، في عندي جنريت نيم فور ستراكشر فرضا هاي نيم فور ستراكشر ماشي. هاي الخيارات لاحظوا انه هي خيارات قريبة من القريبة من اللي بنعمله كنا في الكيم اوفيس. احنا كنا نعمل قريبة من الخيارات اللي في الكيم اوفيس ماشي. فبناء عليها كانت الامور بهاي الشكل. شو في عندي كمان ممكن نعمل؟ في عندي هاي جينيريت، بامكاني اعمل سمايلز كمان نفس الشيء، هاي سمايلز نوتيشن ماشي، بس نبعدهم على بعض عشان يبينوا ماشي. فنفس الخيارات نوعا ما اللي احنا هاي. في شغله كثير مهمه في التولز اللي هي فعليا كالكوليت. كالكوليت بامكاننا نحسب موليكولار فورمولا، فورمولا في كومبوزيشن، مولر اكتيفيتي نفس اللي حكيناه. وهاي في عندي انا بامكاني احسبهم كليتهم اول بروبرتيز، هاي هن الموجودات اللي احنا حصلناها بطريقه مختلفه تمام. في هاي المرحلة نحكي فيها هنا انه بس راح احاول اشوف لو حاولت مثلا هاي كوبي. لاحظ انا في عندي هنا تحت في كوبي تو 3 دايمنشن ماشي. بنعمل عملنا كوبي تو 3 دايمنشن مباشرة انفتح في 3 دايمنشن وتحولت هاي، او ممكن نعملها مباشرة. يعني هون هاي كيما سكتش المركب تبعي بامكان اعمل له كوبي تو 3 دايمنشن، هاي 3 دايمنشن وهاي 3 دايمنشن فيور اللي عندي. وفي عندي انا هنا 3 دايمنشن اوبتمايزيشن، لاحظ عمل هنا اوبتمايزيشن واعطاني هنا المركب تبعنا بس اوبتمايز. اوبتمايز معناه هو ماخذ افضل شكل وهي تمام. اعتقد في الجزء الاولاني نكتفي في اللي عملناه على اساس انها كلامنا عن انتدكشن، وبناخذ على اساس ما يكونش الكميه كبيره وهي. الله يعطيكم العافيه ونلتقي في الجزء الثاني بعد قليل. شكرا لكم. والله.